أبن مرحبا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام لهذا اليوم. ولدتني أمي. أيو شما دقي شكدقي شكدقي باش نقول العافية. ها نجيب العوان باش نقول العافية. علاه علاه باش نزخنو. شادي هاك شحال بحال شي شعيوار عندك هادي. السلام عليكم. تحية الإخوان ديالنا كاملين، مرحبا بكم معنا أخاي. كيفاش دخلت قالت لي واخا أيوب؟ عجيبة وغريبة واخا سي بوشيبة الرئيس ديال المجموعة ناقص. الله الله راه حنا متكلفين أخاي. واحد التصويرة كتبت يعني لوحتة في الصفحة ديالي الرسمية وكتبت عليها، كتبت يعني الخرجة ديال هذا اليوم هذا كانت يعني كانت يعني من أجل الحفاظة على لقب نسور الجبال. عاود عاود اخ ايوب عاود لقب نسور الجبال. التعليق ديال الرعد واخا يكون الشتا واخا يكون كطيح الحجار كطيح بالحجار. التعليق ديال اليوم اللي كتبت على التصويره اللي حط في الصفحه الرسميه عمر ابو حفص النحلي، الصفحه اللي كتبلغ اكثر من 135 الف المتابعين. اللهم بارك. شكرا الاصدقاء اللي كيحبوني، شكرا، الله يجازيكم بخير. رجعنا لحسن الظن ديالكم. وهي ايوب وهي ايوب وهي ايوب وهي ربي. والخوس صويره كتبت عليها يعني الخرجه ديال اليوم كان التحدي، وكتبت على الصوره كتبت عليها يعني الخرجه ديال اليوم كانت يعني من اجل الحفاظه على لقب نسور الجبال. ايوا سهله باش تكون نسر. ايوا تحملنا هاد يعني تحملنا هاد اللقب. ايوا خصنا نقوموا بدورنا كاننا ابطال. نعم ابطال، ابطال ديال الجبال، ابطال الدراجه ديال الدراجه، ابطال المغامرات. والله يا احباب هذا يعني ماشي كنفتخروا، لا لا لا، عندنا الطاجين والطاجين ومعانا البطل الصاعد، البطل الصغير سيدي الغالي خويا الحبيب سيدي عبد اللطيف. واسي عبد اللطيف واوليدي والله رضى عليك وانا راضي عليك اوليدي يا عبد اللطيف، والله يرحم ربك. ها شوف شوف السي عبد اللطيف زيد زيد زيد. وايوب ما كيشبعش من العود فهمتي ولا ما كاينش شبع، كاين احطب. الله 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 هذيك اخويا ايوب هذيك صراحه حسن ايوب يعني هو الميسر ديال مجموعه نسور الجبال. براقداتي هو طواجن هو، اللهم بارك ولا كيلطاه الله الصحه بكل صراحه. والله خادم الناس سيدهم. السلام عليكم الاخوان، واحد الاضافه عندي. مرحبا. اسرع طاجين في حياتي عدلته هو اليوم مع هاد الامطار الخير، اقسم بالله اقام نص ساعه طاجين بكماله بالدجاج ديالو باللحم ديالو البصله مطيشه القرعه والتوابل والتوابل التوابل الملح الزيت البلديه. عندنا طاجين بالزيت البلديه داكشي بلا ما نقول لكم يلا. ربي قال ناكلوا واشربوا، ربي قال لنا ربي قال ناكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. هذه في الدنيا واحد الايه مباركه شيقول فيها رب العالمين جل في علاه، كيقول كلوا واشربوا هنيئا لكم بما اسلفتم في الايام الخاليه. ومرحبا وسهلا. دابا ندخلوا للبرتوش، ولكن برتوش واعره هذه اخوتي السكنه ديال الجيش الاسباني، يعني الجيش الاسباني جاو بغاو يحتلوا لنا بلادنا ولكن لقاو الرجال. وكنحيي هذه المنطقه الجبليه يعني اللي الناس ديالها رجال، يعني جابوا العز لبلادنا وما حبوش يعني يبقى هاد السباليون يبقاو مستعمرنا في بلادنا. وشو سبحان الله العظيم، والله العظيم اخواني من هنا كنشوفوا الحديث الشريف اللي كيقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، النبي قال صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا عمل عملا فاتقنه. رحم الله عبدا عمل عملا اتقن العمل ديالك. وربي قالنا في الايه الكريمه ليبلوكم ايكم احسن عملا. نعم ما عليناش، يعني الا عملتي واحد العمل تقنوه صاحبي، تقل العمل. دابا انت كتشوف البناء شوف تبارك الله واكثر من 60 سنه ولا 70 سنه وداك الشيء باقي هو هو. هذا الشيء هذا شكون اللي خربو؟ غنقولوها نيشان، نقولوها بكل صراحه، هذا الشيء هذا شكون خرب هذا الشيء هذا؟ ايوا بما كسبت ايدي الناس، راه الناس المنطقه هما السبب، جاو يعني فهمتي ولا كريساو هذا الشيء هذا وهادي شوما صاحبي. ولكن سبحان الله واحد البلاصه يعني فين كان كيدوز الجيش وكيدوز هذاك الرئيس ديال الجيش هذاك القبطان ديالهم، الجليج باقي هو هو بحال هذا اللي لصقتيه اليوم قسما بالله. علاش؟ حيت الناس خدمات. عجب حنا كنلقاو شي حاجه يعني خلاوها يعني الاسبانيون ولا الفرنسيس، الناس ديال الاستعمار كانوا عندنا في بلادنا كنلقاو يعني شي بنايه خلاوها
كتلقاها صحيحه. ها وحنا اليوم واحد الطريق عندنا وكون فيما كيجي شي مرشح كيعدل الطريق، فيما يجي شي مرشح علاش؟ حيت الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال: من غشنا فليس منا، من غش فليس منا. وفي روايه: من غشنا. وعندك عندك يا اخي الغشاش. لا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يا اخواني المشاهدون الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يوم في الايام، حيت راه الدين ديالنا راه داخل في السياسه، وانا راه ما عندي حتى شي علاقه مع السياسه، ما كنفهم حتى لعبه، ما كنعرف حتى الفرق بين يعني رئيس المجلس البلدي مع ديال البلديه ولا ما نعرف، ولا ما كان والله ما كنفهم اخوتي قسما بالله ديال الصراحه، ما كنفهمش في السياسه، ما كنفهم حتى لعبه. نعم اللي بغيت نقول لكم يعني نبينا صلى الله عليه وسلم حتى هو كان سياسي، رسول الله صلى الله عليه وسلم راه داول السياسه، النبي صلى الله عليه وسلم هذه ماشي سياسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش خليفه المسلمين، ما كانش امير على المسلمين، ما كانش يعني هو ماشي مبعوث من رب العالمين يعني باش يؤدي هذه الرساله المباركه ديال الدين. ها النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يوم من الايام كيتجول في السوق ها ومشى عند واحد كيبيع الزرع وضرب النبي صلى الله عليه وسلم يدو في الزرع وطلع الزرع ولقى الزرع تحتاني فازق والفوقاني يابس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ اش قال له الاخر؟ مطور كيف ما كيقولوا ولد المدرسه، كيقولوا سي واحد وحده كيقول لك ولد السوق ياك، قال لك ولد المدرسه هو مطور. قال له: يا رسول الله اصابته السماء. قال له: يا رسول الله راه يعني شتا طاحت يعني. قال له: يعني السماء. قال له: يعني وكان فزق الفوقاني ماشي تحتاني. وتبارك الله على سيدي حمزه. خويا حمزه دائما يكون في الاستقبال ديالنا وكتهلا فينا وكنحييو الناس هذه المنطقه هذه. وراه حنا حابين الله يرضى عليك. الله يرضى. اشكون هذاك اخي حمزه؟ شكون هذاك؟ اقول ها قول. انت قصراوي؟ اياه متشرفي متشرفي. راه عندنا الطاجين هو كيطيب اخي حمزه مرحبا. وعندنا البريداتي وعندنا العشوب وراه جبنا من الجامع، جبنا شو سميتها اللي في الجامع نايضه؟ شنو اللي في الجامع زرع الفقي حدا البير؟ الشيبة. وعندنا حتى الشيبة. مرحبا بك اخي حمزة. شكرا الله يحفظك الله يحفظك. شكرا اخي حمزة. كنحييو الصديق ديالنا حمزة يعني ولد المنطقة وكتهلا فينا، كيجبنا مسكين الحصيرة وكيجبنا يعني الموعة اللي كنحتاجو. الله الحمد لله ناس القبيلة كيعرفونا، كنحبو الأمن والأمان. السلامة والسلام. السلام عليكم. أجي الإخوان زيز أيوب بن وضع. الله 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 الله, الله. الله اكبر. زيد زيد كلشي ديالنا، حنا عارفين كلشي ديال الله، كلشي ديالنا يعني حنا في بلادنا كنخرج نتفيكو مع راسنا فهمتي، وكان يعني كنتمنوا هذا البلد ديالنا يبقى امن حتى يريث الله الارض ومن عليها وسائر بلاد المسلمين. هادشي هذا ماشي خير اصاحبي والله حتى خير هادشي. وي ايوب وايوب بلبلتي اخويا. يا سلام. ها ايوب اجي تسخنوا معنا اخوتي. والله مرحبا اجي تاكلوا الطاجين. اه شكون هذا؟ ها هو انتوما. ها انتوما انتوما ماشي وراك شنو نوريهم الطاجين. ها هو الطاجين. ها انت انا خويا عنطي. ها تيبقبق والله حتى باقي تيبقبق. ولكن ايوب دابا الخياله راه مقوبلنا عرفتي علاش؟ وكان متابع كل العصر اللي قلت له اخوتي واش كتعرفني؟ قال لي ها كنعرفك. انت السي عنطي تابعوا عمر ابو حفصه تقول لكم وتنولي نقول لكم. الله 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 سمعوا لي وصلوا دخلوا في الحلقه. نبغي نترجع ليه نبغي نترجع ليه عندنا الروش هنا الله يحفظك. ولا فلوس ولا حتى حاجه. لا 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 مرحبا. اه قول لهم عقابي كيرجلوا. اه كلشي عميه كلشي ديال الله. سمعت اقسم بالله يا اخواني يعني يعني باقي طفل 14 سنه وراه طفل اصاحبي وراه طفل والله العظيم. كيفاش قال سي بوشيبه ديك الكلمه؟ كنت قلتي لي قال لك اخوتي هادي من عند السد ديالنا السي بوشيبه تحياتي لي لك من اكادير ولا ما عرفتين وصل الله اعلم الله يسر عليه. قالنا لكينا اللي طيف هو راجل وكينا اللي راجل هو طيف. الله اكبر. خلاصه القول عاود عاود ايوب زاود الله عزك. كينا اللي طيف هو راجل كينا اللي راجل كينا اللي راجل هو طيف. ايوب ماشي وهذاك اللي قال لي واحد واحد في التعلق
واحد واحد فتص عليك كنتي جاوبتي عليه الفيديو تخصك بالتليفون ما شرتوش كنبقى في عاوش التليفون واه نشرو كنت في طنجه خرج من طنجه وعملنا الفيديو 12 الليل وواحد واحد علق عليا قال لي هذاك الطيف المسكين سخوش عليه قال لي هذاك الطيف لا سخروب جاوب ولي جاوب ولي عاود خليها ولي وهي هذه كنتي قلتيها في الفيديو واحد العقلي الله نعم. واحد العقليه ديالو كيفاش كيفكر فهمتي الله الله حراره حراره خاصنا السخن وتبارك الله اخويا الطيف الله يعزك اخي مرحبا انتم اخوتي احنا سعداء بالوجود ديالك معنا وريهم طاجين واحنا راه سعداء اصاحبي انتم اخوتي تيبقى اسرع طاجين اسرع طاجين عندنا الطيف صاحبو ايوب في نص ساعه الله الله وحسن ما تزوج بهذاك المرض طيح الزق مليون ونص لا تزوجوا على الله صاحبي وخصنا نتزوجوا صاحبي الله يهديك وصاحبي خصك تعرف واحد الحاجه خوتي راه ناشط ناشط مره نسبه ديال العزوف يعني الناس اللي ما مزوجينش النساء خصوصا النساء 8 مليون ورقم قياسي خيالي وقد السكان ديال تونس الله يبارك بزاف مليون 8 مليون بالنسبه للعزوف 8 مليون واللي فراسو الفكره اللي فراسو واللي ما فراسوش انا ديال شباب العزوف العايل يعني سما مزوجينش الله اكبر غير الشيء مشكله هما باغيين يتزوجوا ولكن اللي هيجي ما كايناش الله مشكله وهذيك اللي كيجي كيطلبوا عليه واحد الشروط قاسيه ما تنساش يعني ولاو الشروط كيف ما قلتي وكاين بزاف يعني اللي صعب الزواج سمعني والتعدد ما بقاش والتعدد من الدين اصاحبي واش كتسمعني ولا شكون هذا دابا اللي غيتعدد له قابل وحده راه خصها جوج الله يهديك عمر التعدد والله يهديك اصاحبي كيفاش الله يهديك التعدد ماشي بحقه راجل يتعدد بحقه والدور ما كتساعدش يا عمر نعم كاين اللي يعني كاين شحال من واحد يعني واجب عليه يدير التعدد وشحال من واحد ما يعني كل واحد وفهمتي إليك شي على حسب طاقة الفرد مي واخا لا حول ولا قوة إلا بالله ها كيما قال خا أيوب أنا تخنقت من الداخل الله كأثر عليا شوية السخونية بزاف أنا سخنت تبارك الله سخنت سخنت تبارك الله والحمد لله عندنا شوية المناعة واه فزقنا فزقنا وتبارك الله سخنا والله سبحان الله سحرني أنا هاد الطفل هذا والله يا سحرني شي كلام كيقول لا إله إلا الله هو يعني هاد الام يعني اللي نجبتنا هاد الولد الله يحفظها يلا خوتي تبارك الله عليكم احنا في القشله السكنه العسكريه كنحييكم اخوتي طابت اوقاتكم بكل خير سلم اخويا سلم عليهم صاحبي عابد الطيف كيسلم عليكم اخوتي يعني كتشاهدونا وتقول لهم هذيك النصيحه قالت لكم اسمعوا بها قال لكم النصيحه اللي قال لكم عملوا بها شنو قلت لهم نعاودها لهم انا نعم يسمعوها من عندي انا زين يلا قول ديروها بها وقولوها شنو هي الثقه العمياء الثقه العمياء اخوتي كيف اسمها الثقه العمياء زعما راه جيتو معاه مع من مع عمر ابو حسن الحيلي راه جيتو معاه سمحوا ليه الدخان والحراره وانت تفلس يا صاحبي وقلتي مع داك 12 خرج شويه ضربك ليه واصاحبي اخوتي راه جالس في الدار وعندو مي عمرو عنده ما يتقاد ما عنده حتى حاجه يجي مع عمر هذا راه مشى فيها زاد ها هو بلا مرض ها هو مشى هذا مسكين اني لله وإلا اللي راجع خي عبد الطيف ها هو مشى هذا ها هو تفوق هذا مشى يلا سي عبد الطيف نختموا هذا اللايف يلا يلا فوق اخوتي تنطلبكم تشاركوا مع عمر وديروا معاه جيم جيم فهمتوا ديك ما تقيوش هادي قيو هادي يا صاحبي هادي قيو لنا هادي ما تقيوش هادي وما تعملوش ديسك لايك يا صاحبي عملوا لايك يا صاحبي وشرفونا وشخصونا بما معنا سيدي عبد اللطيف صح شكرا اخي عبد اللطيف الله يحفظك وتتمنى من راه تيبغي الرياضه وتيحب يجي مع عمر مرحبا ثقة عمياء كيما قلت لكم على راسو العين هادي الشيء راه واش 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 وقفتي ملي كنا جايين لا وقفتي وقفت مش العقبه وقفت مره واحده بقيت شويه شاف العقبه خاف كملت هي الروح الرياضيه راه مزيانه تتنمي الجسم ديالك وتولي عندك الفكر زعما متطور انت غادي وتتطور زعما لا اله الا الله والله غير نقول لكم اخوتي الله يرضى عليك اخي عليكم مع السلامه السلام عليكم اخوتي صافي نختموا هذا اللايف يلا مع السلامه جزاكم الله عنا خيرا مع السلامه هذا محبكم وحبيبكم وعمر ابو حفص النحيلي والاخوه ما تديوش هاد الهبل ديالنا وفهمتي ولا وقلبه مطمئن بالايمان احنا رافعين الحمد لله هذا شبكه الايمان ماشي ومن حقنا يا صاحبي
ماشي من حقنا نعيشوا هيدا ونضحكوا ونبسطوا، ماشي من حقنا والو. هالسفلة والظالمين راش قالوا، وحنا حنا اهل الدين واهل النشاط ما ننشطوش نشاط فيما يرضي الله عز وجل. يلا كنتم معنا واستودعكم الله الذي يستطيع ودعنا، والسلام عليكم ورحمة الله. من قلب سكنة الجيش تفر، السلام عليكم.